احنا بنبص على رؤية أخرى. السلام عليكم حضرات السيدات والسادة. يقال قم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الذي قضى بأن لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، والصلاة والسلام على قارئ القرآن بلا ورق، مستعينا بالذي خلق من شر غاسق إذا وقب، صاحب العلم الذي لا يهتز والقلم الذي لا يعجز، وعلى أصحابه أجمعين. عالم ولا كاتب ولا دكتور، إنما العقل
الإنساني الخلايا اللي في العقل ما كي يوضبهاش الإنسان إلا شيء بسيط وكيوصل لهذه الأشياء اللي وصل فكيبان ذكاء في الإنسان اللي كيشغل الفكر ديالو أكثر من الإنسان الثاني ولذا كتلقى أن هناك من صنع طيارة هناك من صنع الهاتف هناك من صنع أشياء الآن يعني التليفونات الصغيرة فهذه كلها أشياء طاقة خارقة للعادة وهناك ما شاء الله شبان الأساتذة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة هذه القوة ليست بقوة جسمانية ولكن قوة روحانية لأنه الإنسان معروف أنه يعني كإنسان عادي ممكن كيحمل الأثقال 150-200 كيلو ولكن باش يجر أو يوقف مثلا طيارة أو يدير أشياء خارقة للعادة أشياء حابها الله وأعطاه فأنا أقول مرة أخرى أنا سعيد جدا وأرسم كتب على الكلمات الدكاترة والأستاذات والأساتذة والباحثين شاكرا الأستاذ والدكتور الحاج شعيب شوفاني اللي هو كان على رئيس هذه المؤسسة والمؤتمر لأول مرة الوطني السيكولوجيا وعلوم الطاقة بشرف وهو طبعا كما تعلمون باحث وكاتب ولي شرف كبير مرة أخرى وشكرا لك. أنا سعيد جدا ومسرور في هذا اليوم لأنه بالنسبة لنا هذا يوم تاريخي يوم تاريخي اللي مجموعين فيه العلماء ديال الطاقة واللي غادي نستفدوا من تدخلاتهم وغادي يعطيونا نفس طيب جدا ومعرفة أخرى إن شاء الله بصفتي الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة وبصفتي كذلك الأمين العام المساعد لاتحاد الفنانين العرب يسعدني في هذا اليوم أن أحضر معكم لأكرم شخصا طيبا أستاذا معالجا الأستاذ البكباشي شيبا الذي هو عضو شرفي للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة ومن الواجب علي أن أحضر في هذا التكريم البسيط هذا التكريم المعنوي لهذا الرجل المعالج الذي هو بالنسبة لي قوة خارقة في العلاج وأتمنى لهذا الجمع ولهذا المؤتمر النجاح والتوفيق والاستمرار إن شاء الله في كل موعد من مواعيده إن شاء الله وإن شاء الله الخير وأمان والسلام عليكم ورحمة الله.
Je suis un peu plus de temps.